أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الأربعاء 19 مايو أيار. ستطرأ بعض التغيرات على حياتك المهنية اليوم، على الرغم من أن هذا التغيير ملحوظ ومرئي، ولكن لا تقلق، فمن المتوقع أن يكون تغييرا للأفضل. أنت محظوظ اليوم، فأنت على وشك الوصول إلى طريق النجاح. استمتع بهذه اللحظات فربما لن تتكرر. عاطفيا، لا تبدو هذا اليوم مهتما بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة. مهنيا، بعض الأماني التي تمنيتها تبدأ بالتحقق تدريجيا. تنجح بعملك وربما تتسلم مركزا أعلى. تبدأ بتطوير عملك وتقوم ببعض النشاطات المهنية. صحيا، انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضيان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.